السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد هذا السؤال إلى دار الإفتاء. "سمعت وقرأت أن الذين يكثرون من تلاوة القرآن لا يصابون بمرض الشيخوخة أي الخرف، فهل على هذا الزعم أدلة صحيحة ومعتبرة؟ وما هي إن وجدت؟ وإن صح ذلك، فكيف أسعى للإخلاص في تلاوتي للقرآن؟ فلا اتلوه لغرض الحفاظ على صحه عقلي لكن لارضاء ربي افتوني وفقكم الله وجزاكم الله خيرا جزاء وجاءنا هذا الجواب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد فلا شك ان تلاوه القران عباده عظيمه الثواب وقد ثبت الترغيب فيها كما ثبت في كثير من الاحاديث الصحيحه، وقد ثبت في كثير من الاسار عن بعض السلف الصالح ان تلاوه القران سبب السلام من الخرف، قال المنذري في كتابه الترغيب والترهيب، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من قرأ القران لم يرد الى ارزل العمر الا الذين امنوا. وذلك قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا قال الذين قرأوا القرآن رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وجاء في الدرر المنثور للسيوطي وأخرج سعيد بن منظور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة قال من قرأ القرآن لم يرد إلى أرزل العمر ثم قرأ لكي لا يعلم بعد علم شيئا ان الله عليم قدير. سورة النحل الايه 70 واخرج ابن ابي شيبه عن طاووس قال ان العالم لا يخطف واخرج ابن ابي شيبه عن عبد الله الملك بن عمير قال كان يقال ان ابقى الناس عقولا قراء القران. وقال ابن أبي الدنيا في كتاب العمر والشيب عن الشعبي قال من قرأ القرآن لم يخرف وفي أضواء البيان للشيخ محمد الشنقيطي وقد تواتر عند العامة والخاصة أن حافظ كتاب الله المداوم على تلاوته لا يصاب بالخرف ولا الهذيان وقال ابن حجر الهيتمي في الزواجر ويؤكد قوله ان العالم لا يخرف قول عكرمه في قوله تعالى ومنكم من يرد الى ارزل العمر آه سوره النحل ومن قرأ القران اي بحقه لا يصل لهذه الحاله فالمراد بكون العالم لا يخرف انه لا يصل الى خرف العوام من عود الكبير كالطفل في سائر احواله بل اقبح منه فهذا هو الذي تصان عنه العلماء بالله وقد ذكر الطبري في تفسيره عن قتادة في قوله تعالى يتلونه حق تلاوته قال أحلوا حلاله وحرموا حرامه وعملوا بما فيه ذكر لنا أن ابن مسعود كان يقول إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه وأن يقرأه كما أنزله الله عز وجل ولا يحرفه عن مواضعه وعن كل فإذا قرأت القرآن مخلصا لله تعالى ثم قصدت مع ذلك السلامة من الخرف فهذا لا يلافي الإخلاص ولا حرج عليك والله أعلم